كب مني على السلم. فداك. ايه؟ حد زعلك؟ لا، وهيزعلوني ليه؟ بس لازم امشي عشان امي نايمه واحده. براحتك يا بنتي، خلي مناعي يوصلك. السلام عليكم. مع السلامة. قلي يا كاملة. من عجلة ها؟ قلي انت. يا حزينة من عجلة مش قادرة. أنا مش قادرة. قلي. قلي انت. عجزنا وتحلينا. يا حزينة. ايه عجزنا دي؟ هتسيبيني عجلة لوحدي؟ شبابنا راح خلاص يا منده. راح فين؟ اتكلمي عن نفسك. راح مطرح ما راح. ولا راح ولا حاجة. انت بس اللي كتر الضحك مخليكي مش عارفة تقلي. ضحك ايه ده مرار يا منده؟ تصدقي كنت اقوم في النهار اخبز واغسل وفي الليل اسبح العيال، ولا كل ولا ملي. ام المالك من على جنابنا خلاص يا حزينة. حاجة لما جيت عروسة مع محمد وشفتك قلت ايه القمر اللي كان متجوزها دي؟ زمان عاد. ندى ايه؟ انت قلتي عليا قمر برضو؟ الصراحة انا ما كنتش طيقاكي بس كنتي حلوة. طب ده انا اول ما شفتك اتلهيت، قلت ايه اللي انت جايبها دي يا محمد؟ طول بعرض زي النجا الحلوة. طب ده انت اول ما شفتيني رزعت الباب في وشي. ليه؟ من غزي يا مندة. انا قلت دي لا يمكن حيسيبها محمد ابدا. ما هو سابها يا حبيبتي. ما هو ساب قبلك اللي احلى مني. احلى مني؟ مين اللي احلى مني دي؟ انا. انتي كاملة. قومي يا كاملة. قلي قلي ده انا لا يمكن اقل السجادة حتى. خلينا لما يجي حد يقل معانا. كويس انك جيت يا بنتي، كنا هنشيعولك. خير يا مرت عم؟ ابدا يا بنتي، عايزينك تنقلي معانا دولاب الفضيه. عجزنا وبقينا محلولين، بس تجوى لازم اردحها. وهتخافي على بنتنا اكتر مننا ولا ايه؟ بس تعالي يا بنتي تعالي تعالي. هو فين يا مرت عم؟ اهو يا فرحه. طب مش نفضوه الاول؟ فضيه بس خلي بالك الحاجات اللي فيه غاليه قوي. وما تجوزتيش ليه يا فرح؟ هتقعدي كده؟ بختي جربته خلاص يا مرت عمي. يعني لو عندك عيل تتكسري عليه ولا وارثه هتقعدي من غير جواز على فقريه؟ وانا اشتكيت هيعمل لي ايه الراجل يعني؟ غير تحكمات واوامر وخدمه وفقر فوق فقر. يا بنتي العمر ما يتضمنش. هديلك حتة عيل. وهي البت ما دام اتطلقت ودخلت بيوت مفيش فايدة، ما ينفعهاش جواز. ايه الكلام العادم ده يا مرت عم؟ عادم؟ أملحولك يا بنت زينب؟ أنت خلاص اتعودتي على الفلتان. أقول لك إيه؟ أنت مرة كبيرة ومش عاوزة أغلط فيكي. أنت كمان عايزة تغلطي فيا يا بنت زينب أم عين ميتة. ولا نص كلمة تاني. لولا إنك كنتي مرت راجل محترم كنت رديت عليكي. يا منده بالبت عملت لك ايه؟ انا ماشي. اقول لك عملت ايه؟ غفلتنا واحنا قاعدين وسرقتنا يا ست كامله. ايه؟
هي حصرت كمان السرقة؟ الحقوني الحقوني. ايه شرايين؟ الحقوني الحقوني. صلي خير الفجرية اللي فوق دي. الست فرحة بنت زينب العايجة سرقتني. الحقوني الست فرحة بنت زينب العايجة سرقتني. ندى سرقتي حرام عليك. ايه صوتك جاي باخر البلد في ايه؟ الحرامية بنت الحرامية جاية تسرقنا في بيتنا. الله يخرب بيت حسي. يا كامل ما فيش حاجة، فرحة كانت هتساعدنا في البيت ومندها قالت انها سرقت المشخلع. مطلع المشخلع من هدومها قدامك ولا لا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما شفتها. يا مبهتنا يا كدابة، دي اللي مأمنها على بنت بنتي بكرة تسرق البنت وتبيعها. وريني وريني هي دي المشخلعة بتاعتك يا مندها؟ ايوه. حتى اسال كامل صح مشخلعتها بس خدتها ميتها ما شفتش. خد يا بنتي المشخلعه دي، انت خدمتينا كتير وببلاش، اعتبري المشخلعه دي ربع مكافاه من عمتك منده عشان شايله لها بنتي بنتها. ايه يا حاج هتسرق وتهديها؟ اقطع الكلام. فرحه فرحه استني يا بنت. يا مرة يا بارت تفتكر تخيل عليا حركة بايخة زي دي؟ فرحة عتيجي عشان تقوى يا محلولين يا عجزة. المشاخلة عديد سرقت كم مرة قبل كده؟ أفكرك؟ مرة سرقتها كاملة. أيوة صح، زمان اتهمتني فيها. أها، ومرة أمه كامل ومرة أمه مرعي الله يرحمها. حتى أختي توحيد زمان قلت عليها حرامية، ويعلم ربنا إن إيد فرحة أنضف من قلبك يا مندها. عارفة طلقتك ليه؟ عشان قلبك أسود ونفسك عتاكل فيك لحد ما تجيب أجلك، وعشان بتبص لدي ولدي، دي أحلى مني، دي أغنى مني، دي أصغر مني، شهري بحاله يا مندها، أطلع وأنزل ما أشوفش وشك ولا صنية وأكل تجيني من عندك، مفهوم؟ فين من امبارح نايم كل ده؟ حد ينام يومين يعني اطلع اجيبه من عند امه؟ ده ما جاش من امبارح يا حاج. ما جاش منين؟ يعني ما بقتش في البيت؟ جديده دي غرفه. كان مع السواق حسان وخلى حسان يعاود وقال له تجيلي بعد 4 ساعات. حسان رجع له واستناه، استناه لحد الصبح، افتكر ورجع. كلام ايه الفارغ ده؟ كم نمرته؟ كم؟ دي رنت ابوي، الله يخرب بيتك. قول كده بقى، ده الجمال ده وراسه عندكم. معلش يا حاج، هقفل في وشك. يا مدبوبه يا بنت المجنونه. ها؟ مش عايز تاكل؟ والله العظيم انت ما عارفه اللي هيجرى.